للشفيل، الدنيا ولت حالها بالشفيل. يا ربي بعد عنا الكروم والناس المشوم. حليلي ليه هاك النقار ربي يستر منها، نهار كل يدور كي الكلبه اللي مدوده وذنها. ليه هنا كما جيب لي العدوى واللطف واللطف واللطف. يا ربي تسترنا من الكورونا يا رب. وزه وزه اقعد غادي اقعد غادي. وين وين حب حب استنى 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 نجيب لك الجفاف. اقعد غادي واحد الجفاف شنو يا ذا ولحم نحي صباطك الساعه ما تحفظ الساعه في صباطك وعقم روحك يا حاكم يا اخر عمري الجفاف عقم روحك نحي صباطك تدخلش ما تدخلش. وين يا ذا خلينا ندخل داخل طول العقل طول خلينا ندخل داخل الساعه. وين داخل ما تدخلش وين داخل. نهار مبروك شبيك زيك انت هك شبيك حوايجك مقطعه كلها ماكلت ريحه. يا بنتي وين واقف على كلمتين الف ما كنت شاد الصف العباده تعفس فيه تعفيس. ها الواحد جدي من هنا واحد من تالي في الصف ايش بتقطع حال ايش نعمل ترى نخليش ال 200 الف ونروح. يعجبك شي زاد ايش نعمل هك. اي وخذيتهم ال 200 كيف انا لا يا زاو راني النقار قالوا ما لا لعبه هي ها من ال 200 مش يا زاو مش شوي ادخل عقب روح من عقب الفلوس يا زاو تو جيت يا بنتي هاجي خلع قوه يا زهو هاجي الفلوس مش الفلوس استني يا زهو مش شوي هذا مش شوي خطبت في الفلوس يا زهو خويا اشترخ مع الفلوس عندك مرتبه عندك مرتبه كاملين امريكيين حسبتهم يا زهو هاتي شيخ نحسبهم خنسبتو يا عم الله نحسب فيهم انا وكاملين والله كاملين تعرفتيهم هكا كاملين شفتيهم هكا عرفتيهم حطي لا تخلي نحسبوهم قول لي الساعه مرعوش على الفلوس انت قول لي كيفاش خذيتهم ال 200 دينار كيفاش خذيت شنو كيفاش خذيت يعني بيا ربي هذاك مصارفي روحي طرف وتطلع وني من بلاصه لبلاصه نجري باش تحصلت عليهم ال 200 دينار هذاك اي نعم اي كيفاش كيفاش من الدوله هذاك 200 تعاون بهم الدوله يا زاو خفي بالك بيهم اعطيهم الصحه كي تفكرتنا الدوله المره فكرتنا قالوا لي ما عندكش حق يا زاو لا دس في بالركبه منين ما عندكش حق لا تحبي تعال قالوا لي ما عندكش حق لما عملت الدين وكرعين وضربت كرني يابي باش انا جبت ناخذ قالوا لي تخدم في الغابات تاخذ 400000 ايش تعمل قلت لهم دس في بالركبه 400000 مش تعيشني اعطيك عزيز ايش تعمل يا زاو ضربت كرني ابيض اي مشيت عنده واحد في المعتمديه غديكه سكيتني ب 10000 وخدم لهم من هاك الكرني ربي هاي الحمد لله هاي خطفتي اعطيك عزيز هذا مش تمشت تدليس يا بيت هذا رونا كان هني اندلت بلاسك بلاد كلها اندلت جيت علي لي باش بيك المجدوب ولا اسمه بيك المجدوب تعرفيه مجدوب هاي اللي عنده تدري خاصه تاعنا قريفي عنده مارت عنده كذا وحاج مرتين اقسم بالله شاد الصف نهار ما بروح وسك ما لقى وما لا جبت عندنا حنيز ولا عجبك الحديث هذا نبعث خالي حتى انا يضرب كرني ابيض ويضرب بنت الدينار ونبعث عمي زاد فرشين حتى انا مش نبعث اخذتك منه وبيه هجاله يا تولي تقول لك اخت النقال ما نجي وش نكلم حتى هي وش نكلم زاد جدي باش يمشي ياخذ خلي زواولي خلي عيله كامله زواولي اش بينا احنا هاتي يا زوجتي هاتي خلينا نشموهم على الاقل على الاقل نستنفعوا حتى مره باعانه من الدوله هاتي خلينا نشموا فلوس الدوله هاتي نشموا الدوله هاتي خويا نقرت وهذه ما تسمعش سرقه وهذه سرقه يا زهو يا اخي الدوله سرقتنا شويه رسول الله ري عمرنا كامله هي تسرق فينا يعجبكش تو باي هباي على الدوله الناس ضربت ال 200 والدنيا زعما مين جاها الفلوس حسب ما يحكوا هك والعلم لله قال لك الفلوس هذه راهي فلوس البترول بترول هاي هاي هم مش قالوا ما عندناش بترول احنا وانا بترول وقتها وانا بترول يا زهو يا زهو راني نحكي لك على البترول في العالم البترول طاح توك تصوري انت يا زهو اللي بلاتو العذاب ولا اغلى من البرميل بتاع البترول اوخ اي نعم ما جني انت هذاك راهو زيد ماكش فيه انت يا زهو هذاك راهو عظيم هاولا طيشته لنا الدوله لك القوه في هاي الكورونا فهمت الموضوع ولا هات يا زهو خل شمه مات شو عندك ما تشم هاتي خل شم الفلوس شو عندك ما تشم خل ما تشدش الفلوس هذا بتاعي اسمعني نقول ان شاء الله خير ماك خذيتهم انت الفلوس اي خذيتهم انسى اللي انت خذيتهم ايه انا خذيتهم كيفاش ننسى؟ انسى اللي انت خذيتهم هذا ما ننساهم جملة وتفصيل طبعا كيفاش ننساهم؟ بعقلك دير بيه هذاك تعرف مشدونا رمضان كامل من هني للعيد انا نقول اص 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 برا دبر على روحك برا شنو دبر على روحك؟ انساهم هذاما 200 دينار تنساهم يا زهو ريت هذاك اولا مش نزيدوا نكملوا عليهم على الاقل 70000 ليه؟ باش نكملوا بهم رمضان انسى انسى تعال نقول لك حاجة الفلوس عظام عظام شفتهم 200 دينار ماشيين المفيد مفيدة؟ اه نهار شو مدخلها مفيد يعجبك يا اخي مفيدة قاتمة معاي ولا ضربت الكري الابيض معاي ولا يعجبك تو هذه خير طالعة تمشي تشكي على روحها مفيد لو عطاها 200 لا 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 ما علاش تحكي دني نحكي على مفيدة جارتنا هي مفيدة شباش تحب هي اظن مش يمشوا لها ديريكت لويه ماشي اسمع نقول ال 200 اظن ماشيين المفيدة جارتنا زايد ني ها نقول قررتوا صاير العيد قررتي زاد ان شاء الله خير العيد هذاي الا ما نحل بيه صينيه بقلاوه باللوز حل ولا راسك ما تكذبي يا اخي بنتي تو فلوس اعانه باش نحلوا بهم صينيه بقلاوه هذه اخر طلعه
والله العظيم كان يسمع بي الفخفير اللي نيه فلوس متاع لعانة عملت بيهم صينية بقلاوة والله لما يعدمني. يعدمك والله حتى يقتلك شمني فيك ني هاو نقولك مهمنيش ما صدق ربي ني مهمنيش رمضان العيد هذاي منعيد كان بالبقلاوة باللوز هاو قلت كده كده بعث منظرك منظر بقلاوة نحل بالبقلاوة ايه شوف شوف باللوز راهو باللوز شوف شوف حتى تكفيني كان هذا تزيدني 20 ولا 90 دينار يا بنت هذاك مصروف رمضان يهديك ربي انا بقلاوة بتاعك متجننيني طبعا ولدي مهمنيش فيك ني فديت راهو فديت كل عيد وني نعمل في البشكوت ونعمل في الغريبة المكعبزة لا غريبة مكعبزة لا بشكوت لا ثم غريبة لا ثم بقلاوة لا ثم حد شيء سيب شيء والله العظيم كيما داش سنيت البقلاوة قدامي هكا وني بالكعبة ونبعث بالكعبة ونبعث ما عنديش حال طيب او حتى اليوم جمعتك لداركم يا اخي شنو المال في مخك ها سيبني هذه سخنت كرونة هذه اجي الفلوس هات 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 الفلوس بدل الفلوس كيف ما نعطيش عجب ساهو قلت لك بدل الفلوس هات جاي الفلوس ما سايب ما تجيش هات الفلوس ها نقول لك اعمل اللي تعمل ني ما نعطيش يا اخي عانا مش حلو بهم البقلاوة انا كنت لك قول رياك لا محسوب يا عانا اخي من الجيران يخافوا يخلوا حاجة تتخبى شوف البيت برا باب يدق برا ندري عليه هاو شيك هاو شيك شوف البيت برا اخرج شوف البيت السلام عليكم. سلام سلام سلام. أهلا سيد المعتمد. نعم. مرحبا مرحبا يا سيد المعتمد. وين سيد المعتمد؟ أنت سالم المنسل. إيه ما هو لباس ما هو سيد المعتمد. كالسبة. أنت خذيت إعانة الصباحة. إعانة؟ أنا إعانة سيد المعتمد. شنو أنا إعانة؟ ما خذيتش 200 دينار الصباحة. 200 دينار هاي علاه متزيدونا 200 اخرين والله يرحم والداها الدوله الحق نتاع ربي يرحم والداها باش نزيدوك 200 دينار علاه انت مستحق باش تاخوها هاك تشوف حالك هاك تشوف حالك سيد معتمد راني تعب في بالك انت عملت جريمه يعاقب عليها القانون جريمه جريمه شنو شنو الجريمه اللي عملتها انت مستحقش باش تاخو واخذيت وطرفكت الاوراق يا سيد ايه ثم جريمه هذه بالله ما انا نلعب معاك الدوله تلعب معاك يا سيد معتمد ما تفهمش الموضوع بالغلط خفهمك الحكايه ني راني ما عينيش والله قلت لهم ابعدوني يا ودي اختوني معي العمده كبش في العمده ثلاث مرات يجيني ويحاول فيا ودي يا قلت راني اختاري كل شيء قلت ني راني ما ناخذك راني نعرفها فلوس الدوله حرام قلت فلوس الدوله حرام ما لحشتيش ما انا اخويا كي فلوس الدوله حرام اللي واش تاخذ فيها هادي ما خذيتش تتحمل مسؤوليتك القانونيه انا نقول لك مسؤوليتي كلمتين الساعه طول لازمك تجيب المبلغ المالي 200 دينار مش ترجعهم سينو زاد ثم حسب اخرى مش تستعملها معك هي معناتها لازم نرجعهم انت كي ما تستحقش باش تاخذهم ما تاخوش يا سيد هي شو نعمل اللي تو سيد معناتها ترجع 200 دينار يعيشك هي تاخذهم تقبلهم بقلاوه نعم تاخذهم بقلاوه انا قار تنفذلك معاك وشنو نقار شكون شكون هاي زهو هاي زهو هاي اللي اخذت ال 200 دينار سيد معتمد انا خاتين هاو المحجوز هاو المحجوز عند زهو راني خاتين سيد معتمد تلك عزيمة محزوز بوضه بوضه مع سيد معتمد سيد معتمد اي زهو المعنية بالامر هذه شخصية زهو انت اخذيتي 200 دينار الصباح يا عانا شكون اخذاهم 200 دينار 200 اي كلمي عاد ما تطلع لي هذا ما يشبه مضم. ايه انت اخذيت 200 دينار يا عانا يا عانا والله ما يا عانا يا زهو هذا ما هوش حقك حقك مش حقك باش تاخذ اي نعم عندك الحق سيد محمد خذ الاجراءات حقك حق سيد محمد اسكت على الرعب الدوله هذه تحتي في الحق هي يا زاهو سيد المعتمد جاي يرجع في الفلوس المنهوبه بتاع الدوله يهديك ربي منهوبه منهوبه سيد منين منهوبه منك انت منهوبه منيني زاهو من غير ما نطولوها هي قصيره مش ترجع ال 200 دينار حق الدوله ذاك يعيش الدوله وحق الدوله ما قدروا تاخذوا كان على زهو شني جايين تبعوا فيه هنا عاد ما مش شفتوا العباد اللي تسرق فيكم بالحق وفي الجهار وبهار جايين على هنا ما غير ما تطول لسانك يا زهو سيد معتمد انا جيتكم بالصلح ما حبيش معناتها ان كنت النجم نتخذ اجراءات اخرى معاكم ما غير ما تطول لسانك معايا سيد معتمد انا جيت بالصلح معناتها ترجع ال 200 دينار كلمها ترجع زهو سيد معتمد يا ودي خلينا ندخل بالصلح ونفضوها الاشكال علاش هكا هاتوا الفلوس المنهوبه ترجع لكم بقلاوه ويتنحى الاشكال الكل وخلاك يا مسكين اليوم الفلوس المنهوبه خذها بقلاوه تو فضلك معاك شنو خذها بقلاوه شو خذها بقلاوه يا زهر مشي بلوك القوة العامة راهو مشي القوة العامة ردي ترجع فلوس مشيكم ساعة انت قضية بتاع تدليس وانت زادة مش تورط معاك سيد محمد سامحني سيد محمد
تفضل سيد كاملين هذا ما اي انا فلوس الدوله ذيك بري سيدي هذه جيب لنا القوه العامه خير ما عندناش حق يا زهر بري يا زهر بري امشي 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 بري دوس دوس سيد محمد كاملين هاو هذاك حق الدوله كاملين يعطيك الصحه يخلص واحد سيد محمد اش قول كان نقسموهم والمره الجايه خذ وحدك